حبايبي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا افطروا عند ماما بركه، برتقان فريش عاملينه مع بعض بجزره وبداع الاسوس ملك الطبليه بالصلاه على النبي. حبايبي وجبه خفيفه وسهله خالص، مش صعبه ومش متكلفه. حبايبي تعالوا نفطر سوا، وحبايبي تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. حبايب ماما بركه، حبايب ماما بركه، يا رب الوجبات بتاعتنا تعجبكم بالصلاه على النبي. حاجات بسيطه وحاجات حلوه من البيت، كلها من البيت بالصلاه على النبي. طبعا احنا مفرزين ايه الشيش طاووق اللحمه دوت مع بعض، او شيش كباب، يعني لحمه انا عاملاها في السياخ ببصل وفلفل جميله، وبرده طريقتها سهله، واللي يحب يفعلها يخش على صندوق الوصفه هيلاقيها بالصلاه على النبي. مفرزين مع بعض البرتقال بالجزر اللي هو شرايح، هنضربه مع بعضتنا. هنعمل بلح عجوه بقشطه بمكسرات، بلوز بعين جمل بجوز الهند بزبيب. يعني هنعمل ايه؟ هنعبي، هنحشي العجوه دي. انا شايله النقه بس لسه هوريكم بالصلاه على النبي. حاجه السلطه بالصلاه على النبي، القوطه، الثوم. هنعمل مكرونه اسباكيتي، وجبتنا النهارده بس مكرونه اسباكيتي باللحمه ديت. ايه هعملها على الجريل كده او في الفرن حسب ما تحب. بالصلاه على النبي تعالوا نبدا ونسمي الله، نبدا ونسمي الله. انت حاجه السلطه هنبدا نسمي الله. نعمل ايه؟ البلح قدامكم برضو الاول على ما الميه بتاع المكرونه تغلي. بسمي الله وبروح حاطه ايه حته قشطه كده. القشطه ديت انا مش شارياها، القشطه بجيب اللبن وبروح شايله وشه وايه واستعمله، يعني مش شاريه قشطه فردي، لا ده القشطه دي انا لما بجيب لبن بغليه بروح ايه شايله منه على وشه القشطه. بعد ما بيبيت كده بيبقى فيه ايه قشطه كده جميل، تخينه كده وحلو اللبن البلدي بتاعنا. بروح عاملاه بالصلاه على النبي، ده بقى مغذي كده لما ناكل بلحه كده قبل الفطار بالصلاه على النبي، حلوه بالصلاه على النبي. حبايبي هعمل البلحه دي وبعد كده اكمل الكميه كلها واوريكم، علشان الفيديو ما يبقاش طويل على حبايبي. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، اهو كده عملنا دولت اهمت بالصلاه على النبي، اهمت بالصلاه على النبي. هكمل الكميه كلها واوريكم علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. تعالوا نشوف المكرونه. بسم الله الرحيم. الميه بتغلي، بحط حبه زيت، بحط حبه ملح. بالصلاه على النبي، الشيش كباب لحم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، متعاد عليكم بخير بالصلاه على النبي. نبدا نسمي الله على ما احط المكرونه كده، اقلبها كده بس عشان ما تمسكش ببعضيها بالصلاه على النبي. طبعا ايه هسلق المكرونه واعمل البلح بتاعي ابو قشطه، وعلى ما تسلق المكرونه واعمل البلح ابو قشطه، على ما اجي اعمل الصلصه هوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. طبعا هنعمل بقى ايه بالصلاه على النبي، هنعمل ايه بقى في الشيش طاووق اللي ماما بركه عامله ده، ولا البرجر، ولا ايا كان اللي انا عاملاه بالصلاه على النبي. لحمه ببصل بفلفل متبلاهم، تبيتيهم تقعديهم ساحتين. الطريقه على في صندوق الوصف سهله، وبنحطه في الدف فريزر ونطلع على طول نعمل، بدل ما نجيبه جاهز. لا انا بحب اعمل الحاجه في البيت سهله ومش صعبه ولا حاجه. بدهن بس الصاج بتاع الفرن كده زيت، الصاج او الصينيه بتاع الفرن برضو اللي ما عندوش صاج بتاع فرن، الصينيه بتاع الفرن اللي بنعمل فيها الكيكه، بنعمل فيها البسبوسه. ونروح بالصلاه على النبي عاملين كده اهوت، اهو دهنت الصينيه بالصلاه على النبي الصاج، بروح مسميه الله ورصه كده بالصلاه على النبي. شيش طاووق لحمه ماما بركه عاملاه، سهل وجميل، وحاجات تغييرات برضو ايه في الوجبات بتاع الاكل بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي. وحبايبنا تعالوا افطروا معانا النهارده ان شاء الله باذن الله بالصلاه على النبي، اهو اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي. ادي الشيش طاووق عملته اهو كده اهوت، بس كده اهو
بتلجو مطلعاه بتلجو يعني كمان ما فكش، وبروح رصاه كده بالصلاه على النبي. حبايبي تعالوا معايا بالصلاه على النبي. انا مولعه الشوايه بحطه كده اهو، واخلي بالي منه كل شويه اقلبه لما يتعمل. تعالوا نشوف المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه السلقت اهي، هصفيها واما اجي اقللها هوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طبعا سلقت المكرونه وصفيتها، مكرونه اهي الاسباجيتي في الزيت اهو، طبعا المكرونه بزيت، التوم بالصلاه على النبي. بسم الله والله ما صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كعب شوربه، فلفل اسمر، كمون، هتبقى جميله المكرونه دي الصلاه على النبي. الملح ابو شطه، التكه بتاع ماما بركه، معلقه السكر، حبه خل. حطينا توابلنا كلها بتاعه الصلصه بتاعه المكرونه، طبعا علامه السبك بالصلاه على النبي، هتبقى خطيره. والمكرونه سلقناها بالصلاه على النبي، هتتسبك يا حبايبي واوريكم، خليكم معايا بالصلاه على النبي. عصيرنا بقى بالصلاه على النبي، البرتقال ده طبعا احنا مفرزينه مع بعض اهوت، طلعته من الفريزر اهو، يا دوب ايه فك كده بالصلاه على النبي اهوت. هنبدا نسمي الله، نحط في الخلاط اهو. عصيرنا النهارده برتقال فريش بجزر، حتتين جزر كده حطاهم معاه، يدي غذاء وحلو البرتقال بالصلاه على النبي. هي بس الازازه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر، الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين احنا برتقال، عاملين فراولة، عاملين جزر، عاملين قوطة ببنجر، كفاية قوي كده والله ما صلى على النبي. عصرناه بالصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما صلى على النبي. ده عصيرنا النهارده، ادي عصيرنا، والبلح اللي هو ايه ابو قشطه بالصلاة على النبي. تعالوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي اهو. شفتوا بقى عامل ازاي؟ بقلب كده فيه كده اهوت كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. تعال شوف الصلصه، الصلصه خلاص اهي اتقربت. فيش بقى اللي هعمل السلطه يا حبايبي، واوريكم الوجبه على النهايه، خليكم معايا. سلطه بالصلاه على النبي. بدات اهو، بدات بالجزر اهو. بالصلاه على النبي هنعمل السلطه بقى يا حبايبي، هي اللي فاضله هي السلطه. تخصصات ابني هو هنا بيشتغل في السلطه وبيعملها هو. كل سنه وانتم طيبين حبايب ماما بركه. تعالوا افطروا معانا النهارده وجبه بسيطه خفيفه وبالصلاه على النبي. تعالوا افطروا معايا. عملنا العصير، عملنا الشيش طاووق، عملنا المكرونه، فضل السلطه بس بنعملها. وجبتنا كده خلصت، وجبه خفيفه حلوه بالصلاه على النبي حبايبي. تعالوا نفطر سوا. انا مش ببشرها لك زي ما بتقولي بقى كل مره، لا حلوه كده بقطعها تقطيع كده البلدي الحلو. اعملها لك سلطه حاتي ولا كده حلوه؟ اللي تعمله حلو، اللي تعمله كله حلو، المهم المكونات نستفيد بيها، جسمنا يستفيد بيها واحنا صايمين. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبي. هنكمل السلطه حبايبي واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الصلصه هذه طبعا انا خلصتها، هي المكرونه السلقت اهي بالصلاه على النبي، وطبعا في الفرن اهوت ايه الشيش طاووق خلاص خلص اهو بالصلاه على النبي طبعا. وعملنا السلطه هغرف يا حبايبي واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب ماما بركه بالصلاه على النبي،
تعالوا افطروا معانا اكله خفيفه كده بسيطه مش تقيله ولا حاجه، يعني ده وجبه خفيفه خالص بالصلاه على النبي هتعجب حبايبي بالصلاه على النبي. هي بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين حبايب ماما بركه. يجوا يفطروا معانا النهارده وجبه خفيفه خالص، مكرونه بس وشيش طاووق اللي انا عاملاه او شيش كباب لحمه وسلطه، وبالصلاه على النبي عصير برتقال بجزر مفرزينه مع بعض، عرق سوس طبعا لازم ده موجود هنا بقى، ده بلح بمكسرات بلوز بعين جمل بقشطه، واللي ما عندوش برده يحط اي بديل ممكن بلح بس تمر بس. بالصلاه على النبي حبايبي وجبه خفيفه والصلصه بتاعتها اهيت، وتعالوا افطروا معانا حبايبي بالصلاه على النبي. واللي تعجبه بقى وجبه ماما بركه الخفيفه ديت البسيطه يجي يفطر معانا وجبه على قد كده بالصلاه على النبي يا حبايبي، واستنوني في الفيديو الجاي.